يا اهلا مستر سامح، ايه الاخبار؟ الحمد لله بخير والله. سيمي عامله معاك ايه؟ والله الشهرين اللي فاتوا كانت الدنيا بايظه عندي، ف حتى ما كنتش بحضر اصلا يعني. ويا سلام، اه والله حضرت المره اللي فاتت ولا لا؟ لا ما حضرتش والله دي كانت حصه والله، جميله. بقالي شهرين تقريبا ما بحضرش. واحمد عمار للاسف بقى دي بعد اسئله ليه؟ حاك يا فندم. ايه بطلت تبعت اسئله يا والله بس الفترة اللي قعدت برضه كده ما قالش معايا دي بقى عديت السنة مش منتظم في المذاكرة شوية لا يا باشا، انتظم بقى. إن شاء الله. وعم صادق بيذاكر ولا لأ؟ بحاول يا مستر والله. ربنا يعينك، دعوات حضرتك كده. ربنا ييسر لك الحال. الله يعزك، ربنا يبارك فيك. ومعانا أحمد. أحمد مين أحمد بقى؟ لأن أحمد بس. أحمد حسن يا مستر. ازيك يا ابو حميد؟ تمام الحمد لله. ازيك يا ايه حبيبي؟ اخبار المذاكره؟ والله الحمد لله يعني. الدنيا ماشيه؟ والله يا سيم ايه ده، عايزه واحد متفرغ مش عايزه حد بيشتغل. والله يعني هي طبعا على حسب ظروف الشغل، انا متفق معاك يعني، لو واحد شغله مبهدله جامد قوي مؤقت يعني هيعاني طبعا، اي حد على حسب شغله طبعا. متبهدل اكيد يعني. الشغل مريح، ما فيش شغل مريح، بس في شغل متعب وفي شغل مهلك، على حسب بقى، ربنا المستعان يعني. ربنا يسهل الامر. ومعانا حد داخل يوزر. حسام يا ريس. حسام ازيك يا حسام، عامل ايه؟ الحمد لله تمام بتذاكر ولا ايه يا حسام؟ اهو بنحاول يا ريس. الله الله المستعان، عيال والشغل في حاجة جميلة الحمد لله. انت مالك بالعيال يا عم حسام؟ انت مالك بيهم؟ والله العيال بيزنوني حتى لو في الأوضة يا ريس، الحمد لله. لا دي غلطتك انت دي. يعني حاجة صعبة بصراحة، وبعدين دخل على تقفيل السنة ده عكك الدنيا خالص يعني. ربنا يسهل الأمر إن شاء الله خير. طيب خلونا سريعا كده نحكي احنا عملنا ايه. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على السيستم كنترولز، وعرفنا ان الكلاسيفيكيشن المهمه جدا بالنسبه لنا كامتحان، ان احنا عندنا نوعين من الكنترولز. كنترولز بتبقى مرتبطه بكل السيستم كومبوننتس، كل البروسيسز وكل الداتا في السيستم انفايرمنت بتاعتنا، ودي اللي اسمها الجنرال كنترول. كنت قايل لك طلع ورقه وحط فيها الاساسيات، اللي اول ما اقول لك جنرال كنترول يتبادر لذهنك ايه؟ والجنرال كنترول تعتبر باسيف كنترول مرتبطه بكل حاجه تقريبا، هي الامبريلا. الابلكيشن دي مرتبطه بالانبوت والبروسيسنج والاوتبوت، تمام. بعد كده قلنا الجنرال كنترول، اول ما اقول لك جنرال كنترول يتبادر لذهنك ثلاث حاجات. اول حاجه قضيه تنظيم الكمبيوتر فاسيليتي جوه الشركه بتاعتنا من خلال اللي انت تطبق مجموعه من الادمن كنترول المرتبطه بفصل الوظائف، سواء فصل الوظائف بتاعت الاي تي عن بقيه الادارات، او فصل الوظائف المتعارضه جوه الاي تي ديبارتمنت. جميل كده. وبعد كده في مجموعه من الاجراءات لازم ناخد بالنا منها، مرتبطه بقى انت بتعمل باك اب امتى، الريكفري بروسيجرز الشركه بتطبقها ازاي وهكذا. واجراءات مرتبطه بالسيستم ديفلوبمنت تشينج لو انت يعني كان عندك يعني، وده هنتعرض له بالتفصيل في سيكشن اف ان شاء الله. بعد كده لقينا ان في مجموعه من الكنترولز مرتبطه بالسوفت وير والهارد وير، دي الحته اللي كنا لسه بنتكلم فيها، والاكسس كنترول. لو تفتكروا طبعا ان الاكسس كنترول كان من الحاجات اللي مليانه تفاصيل شويه، وكانت حاجات مهمه وعليها اسئله كتير، واظن المره اللي فاتت غطينا حجم من الاسئله كبير جدا. يعني انا شايف ان الاسئله اللي احنا حاطينها النهارده، وانا مش فاتح الكاميرا اصلا، الاسئله اللي احنا حاطينها النهارده في السلايدز بتاعتنا ممكن حضرتك تكتفي بيها ان شاء الله. الاسئله اللي احنا حاطينها هنا في السيستم كنترول ممكن تكتفي بيها. والجزء بتاع الجفرنس والكنترول عايز تكتفي بالاسئله اللي في السلايدز اكتفي برضو، مفيش مشكله يعني. طيب بس في حاجه انا كنت عايز الفت انتباهك ليها مهمه جدا. انا في اسئله كنت بشيرها على الـ على الـ
بسم الله الرحمن الرحيم، على الجروب بتاع الفيسبوك فاكرينها؟ اه حضرتك كنت بتقول مهمة تقريبا. مهمة جدا، اي حد هيخش امتحان لازم يحلها. خلاص تمام تمام. مهمة ده على الجروب اللي هو الجديد ده مصر. ايه انا معلش، وقتها احنا ممكن كنا بندرس في سيكشن تاني غير الانترنال كنترول، فما كانش الواحد انترستد ان هو يبص على الكنترول. فهل ده على الجروب الجديد بتاع الفيسبوك ولا على ايه؟ معلش عشان انا مش بكونش متابع جروب الفيسبوك. طيب انا هبعتها لكم حالا عشان ما انساش، بس هبعتها ليكم حالا. لحظه واحده معلش يا مصر متابعك. لا حبيبي مفيش حاجه. الأسئلة دي يا جماعة أي حد يخش امتحان لازم يحلها، ماشي؟ يعني هي والريتايرد مهمين جدا جدا جدا. ماشي الحل؟ تمام. كل المنهج ولا اي تي بس؟ لا انا هبعت لكم كل المنهج بس كويس. هتلاقوها في بعض الحتت أسئلة قليلة جدا، وبعض الحتت أسئلة كثيرة. تمام تمام ماشي الحال. ده عباره عن ايه الاسئله دي يعني؟ اسئله ام سي كيو. ايوه اكيد، بس يعني من مصادر معينه ولا؟ اه من مصادر معينه طبعا. من مصادر معينه دي يا مستر غير الكلاسيفيكيشن اللي حضرتك كنت بعته. الكلاسيفيكيشن دي اسئله السي ام نفسها اللي جت كانت كده. دي كانت الريتايرد ولا؟ انا هبعتها لكم عامه حالا اهي، خد اهي. ماشي، لو حد بس يرفعها لنا على اي درايف او كده ويديني لينك ليها، بحيث ان انت برضو ممكن ايه نشيرها لاي حد بقى محتاجها بقى بسهوله اكتر من كده شويه. الاسئله ديت اجاباتها محتاج تقراها بدقه، اجاباتها نفسها فيها علم هيفيدك جدا. الاجوبه نفسها اقرا الاسئله بدقه، حاول تتعلم من الاسئله ديت، حاول تتعلم من الأسئلة دي. ماشي؟ واضح الكلام؟ تمام يا مستر، شكرا. طيب نرجع لموضوعنا بقى. احنا كنا هنا، احنا اتبعتت فين؟ انا بعتلكوا على الواتساب. اتبعتت ولا وصلت كده؟ طيب تمام ماشي الحال. تمام يا رئيس. طيب لحظة واحدة كده بس معايا. طيب المرة اللي فاتت احنا كنا وقفنا عند السلايد ده، عند البروسيسنج كنترولز. ماشي، دلوقتي احنا اخذنا انواع معينه من الانبوت كنترول لو تفتكروا، تحب افكركم بيها؟ يا ريت يا مصر عشان الناس اللي ما حضرتش. مشكله. بقولك يا شباب، شباب اتفضل اتفضل. شكلنا كده ممكن نضطر ناخد المحاضره بعد 10 دقايق او ربع ساعه ولا حاجه. مفيش مشكله، عشان بس انا في حد بيركب حاجه تقريبا. مفيش مشكله. في شنيور ده يبقى في ودننا يعني، بس خلينا نتكلم لحد ما نشوف هيحصل ايه. طيب عادي. احنا قلنا الانبوت كنترولز، بس انا مشكله اللي انا قاعد جنب الشباك فهو طيب الانبوت كنترولز ديت عباره عن اجراءات رقابيه بتتعمل في مرحله ادخال البيانات بتاعه الشركه
فاي ابلكيشن بقى، ابلكيشن بتاع مبيعات، ابلكيشن بتاع بيرول، ابلكيشن بتاع سبلاي تشين، بتاع اكاونتنج، اي ابلكيشن انت شغال عليه، من الاخطاء اللي حصلت في الادخال ابتدوا بتوع الاي تي مع الناس اللي ماسكه الفانكشنز يبتدوا يفكروا في اشكال من الكنترولز يحاولوا يحجموا بيها المشكله، لان انت بمجرد دخلت الداتا هيتعملها بروسيسنج، فانت هنا في مرحله الانبوت حاول قدر الامكان اللي انت تعمل بعض الاجراءات الرقابيه سواء اللي تمنع الخطا او اللي تكتشفه. جميل. فاما جم يحطوا تصور، هوك حط هنا تصور حلو قوي، قال لك احنا ممكن في مرحله الادخال نقسمها لثلاث مراحل، او نقدر نعملها سب ديفايدد انتو 3 كلاسيفيكيشن. اول حاجه قضيه الداتا اوبزرفيشن والداتا ترانسكريبشن والايديت تيست. يبقى انا معايا كام حاجه جوه الانبوت كنترولز؟ ثلاث حاجات، ده تقسيم عام يعني. طب في الداتا اوبزرفيشن ايه الفكره هنا او التصور هنا عباره عن ايه؟ بيقول لك هنا one or more observational control procedures may be practiced. اول حاجه اتكلموا عليها هنا الفيدباك ميكانيزمز. طب ديت تعتبر حاجات ايه؟ ده يعتبر سيستم مانوال، الغرض منه ان احنا نطمن ان الداتا اللي جوه المستند اللي انت بتدخله مظبوطه. على سبيل المثال تلاقي انت وانت بتعمل اي اجراء مثلا في الحكومه حتى او كده، تلاقي اللي انت مثلا ايه، الراجل الموظف كتب الورقه اللي هيدخلها على الكمبيوتر ويقول لك راجع البيانات ديت. مش بيحصل؟ بيحصل. فالغرض من كده ايه؟ انه يضمن ان في فيدباك ميكانيزم لو انت بصيت وراه وان الداتا مظبوطه. فهنا بيقول لك السيلز بيرسون ممكن يسال العميل اللي هو يكونفيرم البيانات اللي جوه الاوردر ويمضي عليها عشان يطمن ان انت طالب خمس علب من هنا بكذا وهكذا. الفيدباك ميكانيزم ده جوه بقى الاوثورايزيشن والاندروسمنت والكانسليشن، دي الفيدباك ميكانيزم. من الحاجات برضو اللي بنعملها واحنا في مرحله الانبوت في مرحله بتاعه الاوبزرفيشن بشكل عام، ان احنا نخلي واحد يراجع وواحد يقبرف، واحد يراجع وواحد يقبرف. طب ليه بنعمل كده؟ عشان نقلل فرص الاخطاء. واضحه الفكره؟ من الحاجات اللي بتستخدم برضو البري برينتد فورمز، الايه؟ البري برينتد فورمز ديت برضو بتحاول تسهل اللي انت تعمل فورم كده بتاعت السيلز اوردر مثلا، يبقى فيها بوكسز محطوطه الشخص اللي شغال محتاج اللي هو يملاها، احسن ما تقول له اكتب السيلز اوردر وتسيبه كده الدنيا عايمه. لقطتوا الفكره؟ طيب معانا هنا حاجه اسمها باتش توتال او الباتش كنترول توتالز. بيقول لك should be used in the input phase for transactions grouped in batches. يبقى هي من اسمها بتطبق في ايه، في السيستمز اللي بيشتغل ايه بالباتشز. ماشي الحل؟ عشان يقدر يعمل تراكنج للانبوت وهي بتنتقل من مكان لمكان، عشان نضمن ان مفيش اي لوس حصل في الداتا بتاعتنا. واضح الكلام؟ طيب تمام. المثال هنا، المثال المشهور في الكتب انا جايبه هنا اهو، اظن ده بتاع المبيعات. بيقول لك هنا for a batch that consists of financial transaction, the batch control document that goes with the batch includes the bundle number, the data and the total monetary amount of the transactions in the batch. وهو الكمبيوتر بيبروسيس الباتش، بيعمل تشيكينج ان الباتش كنترول توتال اللي هو البوتوم لاين بتاع كل الترانزاكشنز لكل الباتشايه، ويقارنه مع اللي اتعمل له بروسيسنج عشان يضمن ان ما فيش اي نوع من انواع الايه، من انواع اللوس حصل للداتا بتاعتك. دي يبقى دي اول حاجه معانا في الداتا ايه، اوبزرفيشن. تاني حاجه بعد كده في الداتا ترانسكريبشن. الداتا ترانسكريبشن هنا ليها معنى محتاج سيادتك تثبته في ذهنك. يعني ايه داتا ترانسكريبشن؟ داتا ترانسكريبشن معناها اعداد الداتا للبروسيسنج. يعني ايه داتا ترانسكريبشن؟ معناها اعداد الداتا للبروسيسنج. جميل. فبيقول لك لو انت بتدخل الداتا من سورس دوكيمنت، من السيلز اوردر مثلا، السورس دوكيمنت شود بي اورجانيزد ان ا واي المفروض يسهل عمليه الانبوت.
يسهل عمليه الايه الانبوت. يعني على سبيل المثال عندك فيلد للديت المفروض يظهر لك في السكرين كده، واضح؟ واضح كلام؟ مظبوط مظبوط. طيب بعد كده هنا بيقول لك ايه، formatted input automatic spacing and format shifting of data fields during data input to a recording device. مثاله الكمبيوتر هنا بيعمل ايه، automatically insert commas into the numbers that are input by clerics using the data terminals. يعني انت مجرد بتدخل الداتا، وطبعا كده مش سامعني، هو احنا سامعين بس اكيد يعني حضرتك مش هتبقى مركز اكيد. طيب البري فورماتنج ده من الحاجات المشهوره قوي، اللي انت تلاقي السكرين مثلا لو انت رحت فتحت حساب في البنك تلاقي الراجل بيقول لك املى الورقه ديت، الورقه دي بتبقى عباره عن ميرور للي الراجل عنده على الكمبيوتر، بحيث ان هو يضمن ان كل الداتا اللي انت كتبتها تتحط في السيستم. من الحاجات برضو المشهورة اللي موجودة البرومبتنج، البرومبتنج اللي هي المسجز اللي بتطوب أما تسألك أسئلة عشان تنشور اللي انت بتدخل الداتا دي كده فعلا، تمام؟ طيب الفورمات تشيكس من اسمها، من اسمها كده فورمات، فالفورمات بتاع الديجيت لإما ايه أو ايه، لإما بيبقى كاركتر لإما حرف أو رقم نمبر. فالفورمات تشيكس هنا بيضمن إن أنت ما تدخلش على سبيل المثال في الفيلد بتاع الفيندور حروف وهو المفروض يخش إيه؟ وهو المفروض يخش أرقام. ماشي، دي الداتا ترانسكريبشن. يبقى الداتا ترانسكريبشن أول لما تقراها نقصد بيها إعداد الداتا للبروسيسنج، نقصد بيها البري فورماتنج، نقصد بيها البرومبتنج والفورمات تشيكس. طبعًا في حاجه حذرنا فيها في الاول، قلنا ان بعض الكنترولز بتوفرلاب، بعض الكنترولز بتوفرلاب، ماشي الكلام. طيب بعد كده الايديت تشيكس، طبعا الايديت تشيكس لو انا رحت فتحت الهاند اوتس، الايديت تشيكس من الحاجات اللي هي مرهقه شويه في المذاكره اهي، ماشي، اللي هي بتبتدي في صفحه ايه 32. لو انا فتحت البريك داون بتاعها اخد بالك كم حاجة مختلفة؟ حاجات كتير جدا مختلفة، واضح الكلام؟ طيب ودي تعتبر الكاتيجوري الثالث جوه الانبوت كنترول. في هنا المرة اللي فاتت قلت لكم احنا محتاجين نحط في دماغنا ان الايديت بروجرامز هي الانبوت فاليديشن روتينز، هي الايديت تشيكس، هي الفيلد تشيكس. عشان تسهل الحياه على نفسك، الايديت بروجرام عباره عن مجموعه من الاجراءات الروتينز اللي بتتعمل عشان تفاليديت الانبوت، عشان تفاليديت الايه الانبوت، جميل، عشان نضمن ان الداتا اللي دخلت دقيقه وتعمل لها فاليديشن. طيب فبيقول لك ان الايديت تشيكس او الفيلد تشيكس بيقول لك ذا داتا انتر سكرين بتبريفنت certain types of incorrect data from entering the system. مثاله ايه؟ the system بيرفض، السيستم عندك هيرفض اي محاوله اللي انت تدخل ارقام في الفيلد بتاع الايه؟ الحروف، الفيلد بتاع الاسم، ماشي؟ اسمها. ومن الحاجات المشهوره جدا في الاستخدام برضو في السيستمز الدروب داون مينيوز، الدروب داون ايه؟ مينيوز، ماشي الحال؟ طيب ممكن نتصور جواها ايه بقى؟ من الحاجات المشهوره قوي الكومبليتنس تشيك او الفيلد تشيك. على سبيل المثال السيلز ترانزاكشن ريكوردز شود نوت بي اكسبتد فور بروسيسنج انليس زي انكلود ذا كاستمرز شيبنج ادرس. واضح؟ تمام. وديت وانت النهارده داخل تعمل ريجستريشن في الاي ام اي بيبقى عندك الفيلدز محطوطه، ولو دوست سبميت هتلاقي ان في فيلدز معينه ما ينفعش يحصل سبميشن غير اما ايه تحطها، وفي فيلدز ثانيه بيتساهلوا فيها.
فوانت بتصمم السيستم هنا الفيلد اللي انت في الغالب يحط عليه سترايك كده علامه حمراء بحيث ان يضمنوا بحيث ان يضمنوا ان انت لازم تدخل الداتا فيه. جميل تمام ماشي. يعني انواع كنترولز دي ممكن يجي يسالني فيها السي يعني مثلا كل ايه هي الانبوت انبوت كنترولز او سؤال أو شهير قوي في الاسي اللي انت تكتب عن الابلكيشن كنترولز فتقول له هي عباره عن انبوت وبروسيسنج واوتبوت وتكتب حته صغنونه عن الانبوت والبروسيسنج والاوتبوت لكن سبيسيفيكلي في حته منهم ده بيبقى في الام سي كيو. من الاديت تشيكس اللي عندنا الليميتد تشيكس او الريزنبلنس تشيكس او البري او بتبقى مبنيه على البري ديفايند ليميتس على مبنيه على الايه على البري ديفايند ليميتس. يعني انت على سبيل المثال بتدخل رقم البطاقه فمعروف في السيستم ان لازم رقم البطاقه يبقى مثلا عدد معين من الديجيتس ما ينفعش يقل عنه ابدا. تمام تمام. بس هنا المشكله ان كل كنترول لوحده مستحيل اللي هو يكفر اكتر الراجل ده ولا ما حولتلوش لطيف الكلام. انت على الموديول بتاع المبيعات بتفوتر عميل معين فدخلت الايه الادرس بوك بتاعه الرقم بتاع العميل الاي دي المفروض يطلع لك رقم العميل اسم العميل قصدي يعمل فيريفيكيشن عشان يضمن الـ يعني بيبقى عباره عن اديشنال كنترول. لطيف الفكره. هو ده يا مستر كان الفاليديتي تشيك ولا ما كانش هو ده كان حاجه اسمها استنى كده كان اسمه لوب مش عارف مين سال عليه فيكو. افتكرته خلاص بس ده كان تقريبا ما كانش في نفس ال اديشنال اونلاين داتا انتري كنترولز اديشنال. بالظبط. انا مش حاطه في السلايد تمام. اللي يظهر لك كميه الكنترولز اللي اتحطت في الهاند اوتس كتير قوي فحاولت قدر الامكان ان انا اركز على الحاجات المشهوره واللي جه عليها اسئله لكن طبعا انا حاولت قدر الامكان هتلاقي الكنترول نفسه بيتكتب من كذا كتاب لان احنا بنبقى شرقانين لمثال يفهمنا. يعني انت بتبقى شرقان عايز تجيب مثال يفهمك القصه انك ممكن تلاقي ان التعريف بتاع الكنترول نفسه ما يخشش دماغك مش كافي مش كافي لازم تحتاج له مثال. معلش يا مستر هو الكلوز لوب فيريفيكيشن ده جوه اصلا مرحله الانبوت نفسها. اهو بص اديشنال اونلاين دي راحه فين اونلاين داتا انتري خد بالك لو طلعنا كده هو هنا محطوط ايه تحت البروسيسنج. انا فاكر ان هو ما كانش لا محطوط اهو محطوط في الايديت اهو بس انت لو لقيته في حته تانية في البروسيسنج مثلا لو لقيت حاجه هنا وهنا ما تنزعجش لان هم بيقول لك فعلا ممكن يوفرلاب ايه المشكله فاهم. تمام محتاجه دقه. طيب الريزنبلنس تشيك ده برضو من الحاجات المشهوره قوي اللي انت ما ينفعش مثلا تحط اوفر تايم بعدد اكتر من ساعات الاسبوع لو انت مثلا بتعمل الاوفر تايم على السيستم كل اسبوع ماشي. الفورمات تشيكس ده جبنا سيرته فوق برضو قبل كده. الفاليديتي تشيك هنا بيقول لك بيكمبير الاي دي كود او الاكونت نمبر في الترانزاكشن داتا والسيميلر داتا ان ذا ماستر فايل عشان يفيريفاي ان الاكونت اكزيست. يعني انت لو بتدخل الكود بتاع البرودكت بتاعك 65432 في السيلز اوردر الكمبيوتر هنا هيعمل فاليديتي تشيك هيبقى عشان يطمن هل اصلا في المخزون عندنا الرقم ده ولا لا. وصل الفكره.
اكنك في ايكيا كده وبتشتري حاجه ومدي له الكود بتاعها، فما بيدخله على السيستم، السيستم بيكمبير مع الداتابيز بتاعته فيطلع لك الايتم او يقول لك لا ده مش فاليد رقم، ده الرقم ده مش فاليد اصلا. واصله الفاليديتي تيست او الفاليديتي تشيك بيعتمد على اكسبتابل سيت اوف فاليوز، ماشي، بيماتش الكاركتر بتاع الانبوت مع الاكسبتابل فاليوز اللي في السيستم، واحيانا بيتسمى ماستر فايل تشيك، وده بيتم على مستوى الريل تايم بروسيسنج سيستمز والباتش بروسيسنج سيستمز. ماشي الحل. الاوفر فلو تشيك من اسمه ديجيت حاجه مثلا المفروض ما يخشش فيها، لو احنا بنفترض ان انت بتعمل ترانزاكشن بالفيزا فبيطلب منك رقم معين عشان يطمن ان انت يعني، والمفروض الرقم ده يبقى 4 ديجيت، فهم يحطوا الفيلد بتاعه 4 ديجيت عشان يعمل ايه اوفر فلو تشيك. انت عايز تدخل 5 انسى. واصله؟ بس انت ما بتدخل الرقم ده بيحصل تشيك تاني يشوفوا هل ده هو الرقم بتاع الفيزا دي، يعني بيحصل كذا كنترول هنا بقى. بصوا هنا في هري جامد قوي على التشيك ديجيت، كروتناه المره اللي فاتت. ماشي، انا بقى بكلم نفسي. معاك يا ريس. معاك سامعك يا مصر. طيب هو التشيك ديجيت هنا مبني على فكره كده بالالجوريثمز بتاعت الكمبيوترز، بيقول لك ايه اللي تشيك ديجيتس which determine whether a number has been transcribed properly. A check digit is a number that is a part of an account or other type of a number. The check digit هو خلي بالك الديجيت اللي هيتم من خلاله عملية التشيك. لقطوا الفكرة؟ التشيك ديجيت ده يعتبر function of the other digits within the number determined by a mathematical algorithms. If a digit in the account number is keyed incorrectly, the check digit will be incorrect and the system will generate an error message and refuse to accept the input. Check digits are commonly used in credit card account and bank account numbers, and they are especially helpful in detecting transposition errors. اللي هي إحلال، يعني مثلا 63 تكتبها 36. فلو الاوبريتور دخل الرقم غلط الاوبريتور هيجي له مسج تقول له invalid account number. يعني ايه؟ وهم النهارده بيعملوا ارقام الحسابات في البنك عاملين في حسابهم الحساب هيبقى كده، ماشي؟ مثلا يعني انا بهجص بس هو يعني دي الفكره. انتوا معايا؟ تمام. ده رقم الحساب بتاعك. خلاص خد انت تعاقبني. اي حاجه بس يا ابني ارحمني بقى. المهم الحساب بتاع زيد وادي الحساب بتاع عبيد، هتلاقي ان في مقدار مشترك. ايوه ما بين الحسابات مظبوط. لو عملت تغيير قلبت الرقم يرفض البنك لانه بيعمل ريكالكوليشن، المفروض ان الحساب يمشي بميكانيزم معين، فاهمين؟ ده اللي تشيك ديجيت. ده اللي تشيك ديجيت زي بتاع برضو كروت الشحن، ارقام كروت الشحن السيريال نمبر. وانت الله ينور عليك. بالظبط بالظبط، عشان الناس ما تقعدش ايه حقيقه. ناس هتتذاكى طبعا. من الحاجات برضو المشهوره الكي فيريفيكيشن او الكي ستروك فيريفيكيشن، اللي انت بتدخل الداتا مرتين. هنا في مثال غريب جدا، بيقول لك هنجيب موظف تاني يدخل البيرول جوه الكمبيوتر، والكمبيوتر هنا هيقارن الانبوت بتاع زيد كي باي كي كاركتر باي كاركتر مع الانيشال انبوت بتاع عبيد. طبعا ده انت هتعمله لو انت بتتكلم بقى في حاجه يعني سنسيتيف جدا، لان طبعا في دبل ورك تعمل ري انتري. او ممكن نتصوره في مثال مقبول وانت بتغير الباسورد، ده مثال مقبول. لكن الموضوع اللي دخل البيرول باتنين موظفين دي كئيبه قوي. بس ممكن تكون في بعض الانفايرمنتس اللي انت وانت بتدخل الباسورد بتدخلها مرتين،
تمام؟ تمام. نحل نفس الأسئلة اللي حلناها ولا نخش على البروسيسنج؟ لا خلاص ندخل على البروسيسنج عشان معلش يا مستر، انا جيت برضو اقرا المره اللي فاتت لقيت الهاش توتال. هو احنا الهاش توتال ده لحظه واحده كده عشان ما جبناش سيرته تقريبا ومش حاطه انا في السلايد. لا حضرتك موجود موجود. لا ثانيه كده، هو الهاش توتال ده مهم. لا ما شفناهوش حتى في السلايد. ثانيه في السلايدز هو موجود في الماتيريال. لا لو موجود في سلايدز هو في اتنين سلايدز على فكره اتبعتوا. لا ما هي في المطوله اللي هي 360 دي اعتقد كان موجود فيها. لا الهاش توتال ده من الحاجات اللي اتهرت زمان في الاسئله، فخلونا نعرضها لو احنا مش عرضناها في السلايدز. لا ممكن اضيفها تاني مفيش مشكله. الهاش توتال، طيب الهاش توتال انا حطه هنا تحت التشيك ديجيتس اللي هي الايديت، الايديت تشيكس ماشي. ده اول موقع ليها هنا، لان الهاش توتال ده هينط لك في كذا حته. خلي بالك يا صادق، مش صادق اللي بيسال. اه يا فندم. الهاش توتال ده مجموع توتال ملوش معنى. اه بمعنى النهارده الاي ديز بتاعتنا في الشركه كل موظف ليه اي دي صح؟ تمام. المفروض ان انت وانت بتعمل ثانية واحدة، الهاش توتال ده ناطط في 100 حتة اهو من اول هنا. وانت بتعمل بروسيسنج لحاجة للموظفين هجمع ارقام الاي ديز. هل الرقم المجموع ده ليه معنى بالنسبة لك انت؟ لا ملوش دلالة، لكن بيضمن لي ان الباتش ده من الموظفين دول مفيش حاجة فيهم فلتت. لقط الليلة؟ تمام. فالهاش توتال هنا بيقول لك ايه؟ A type of batch total generated عن طريق اللي هو بيجمع الفاليوز بتاعت الفيلد that would not usually be totaled. يعني انت لو عندك الموظف محمد بيقبض 1000 جنيه وابراهيم بيقبض 600 جنيه، انت بالنسبه لك ميك سنس جدا كراجل محاسب تجمع المرتبات. صح؟ تمام. الهاش توتال مش كده بقى، الهاش توتال هيروح يجمع الاي ديز مثلا او سيريال نمبر مثلا او ارقام الفندورز. بالظبط. فاهم قصدي؟ هيجمع تجميعه انت مش في دماغك ان هي تتجمع. عشان كده بص احد التعريفات للهاش توتال، بص بيقول لك ايه؟ مينينجلس. مينينجلس توتال معمول لاغراض الكنترول فقط. يعني ايه؟ يجمع ارقام الديبارتمنتس اللي بيطلع لها البي تشيكس. يعني مثلا الديبارتمنت بتاع الفاينانس رقمه كذا، والديبارتمنت بتاع كذا رقمه كذا، يجمع ارقام الديبارتمنتس يضمن ان كل الديبارتمنتس اتعمل لها بروسيسنج. فاهم؟ تمام. كويس ان انت سالت في الحته دي. انا ما اعرفش ازاي ما حطيتوش في البتاع. طيب واحنا طلعنا هنا عشان كنت بدور. ماشي. الكنترولز بتاعت البروسيسنج معموله طبعا عشان خاطر ان السيستم وهو بيعمل بروسيسنج للداتا بعد الانبوت يضمن ان هي مظبوطه، يضمن الاكيرسي والكومبليتنس والتايمنس بتاعت الداتا سواء على مستوى الانظمه اللي شغاله بالباتش او الانظمه اللي شغاله ريل تايم. الاوتوميتد ريكونسيليشن ما بين البيرول والجي ال سيستم از ان اكزامبل اوف بروسيسنج كنترولز. يعني احنا مثلا عندنا سيستم للاتش ار اسمه ماي اتش ار، بيتعمل عليه المرتبات بتاعت الموظفين كلها، الناس بيدخلوها على سيستم الاكاونتنج. فانا عايز يكون عندي ريكونسيليشن تتم بعد ما انا عملت الباتش بتاع البيرول اتجرى على سيستم الاكاونتنج. انا محتاج ريكونسيليشن بس ما بين الرقم اللي موجود في السيستم بتاع البيرول والسيستم بتاع الجي ال. الكنترولز دي بتنشور ذات وانس داتا هاف بين انترد انتو ذا سيستم المفروض ان هي تبقى ريلايبل واكيوريت. طيب تعال نشوف بقى هنا بيقولوا ايه. حل السؤال ده كده. تمام.
ايه ده؟ النهارده في كمية ازعاج مش طبيعية. هو ده سؤال وجودي ولا ايه؟ ماشي، بس احنا لو ما جبناش المثال هنا هل انت كنت هتعرف تحله؟ اكيد هيبقى فيه لخبطه طبعا في التصور. طب أنا اسال سؤال بيقول لك واحنا بنصمم السيستم بتاعنا عملنا كنترول يضمن لنا ان يحصل اوتوميتد ريكونسيليشن ما بين حاجتين في السيستم. ريكونسيليشن لحاجتين في السيستم هيحصل في مرحله الانبوت ولا هيحصل بعد ما اتعملت البروسيسنج؟ يبقى ريكونسيليشن هتحصل في مرحله البروسيسنج، ولا انت تعمل ريكونسيليشن افتر ذا فاكت في مرحله الاوتبوت؟ هي ممكن تتجاب كده، فاهمين قصدي؟ ما هي إيه؟ فعلا ممكن. فبتبقى ريكونسيليشن بتبقى في البروسيسنج ولا في الاوتبوت ولا في... اول حاجه ده امتحان، ده سؤال امتحان. ده سؤال سي ام اي. ماشي، الاوتبوت بيقول لك الاوتوميتد ريكونسيليشن ما بين البيرول والجي ال يعتبر بروسيسنج كنترول مش اوتبوت. الاوتبوت are used to ensure the integrity بتاعت الاوتبوت and the correct and timely distribution، ان الداتا اللي طلعت راحت للناس الاثورايزد بس. الانبوت نضمن ان الحاجه ال بيقول لك انا ايه فين اقول فين. الانبوت كنترولز انشور الدقه والاكتمال والتايمنس بتاعت الداتا خلال الكونفرجن من الاوريجينال سورس دوكيمنت، الورق اللي انت بتدخل منها او الايميل اللي جالك او اي حاجه، الكمبيوتر. ماشي، البروسيسنج بيقول لك الاوتوميتد ريكونسيليشن ما بين الجي ال سيستم وكده، ده يعتبر مثال للبروسيسنج. ماشي الحل. طيب نحل السؤال الجميل ده. بيقول لك عايزين اجراء رقابي افكتيف متصمم عشان يكتشف الاخطاء ويزود الدقه في الداتا بروسيسنج ان باتشز بيفور نيو انفورميشن از ريتن تو ذا ماستر فايل. ممكن نتصور فيها كل ده الا ايه؟ تشيك ديجيت الا اللي تشيك ديجيت ده عباره عن ايه؟ اللي تشيك ديجيت عباره عن ايه؟ ده بيتشيك اللي هو ايه، رقم الحساب بتاعك، بتدخل رقم الحساب، ما ينفعش تعمل تبديل. مثلا فده في مرحله الانبوت مش البروسيس، ده في مرحله الانبوت. الهاش توتال، الهاش توتال ده بقى انا لو دخلت هنا، بس خلينا الاول بس نخلص من السؤال ده، بعد كده انا هاخدكم عند حته ثانيه. اللي تشيك ديجيت يعتبر انبوت كنترول، واضح الكلام؟ يعتبر ايه؟ انبوت كنترول، مش في مرحله البروسيسنج. مظبوط. الخوف عليك من ايه بقى؟ الخوف عليك من حاجه. اول حاجه السؤال ده سؤال ويلي، انا لو رحت هنا بصيت على الهاش توتال موقعها فين هنا؟ موقعها هنا في الانبوت ايديت تشيكس. طب نعمل هاش توتال تاني. ثانية واحدة بقى. Additional batch processing data entry controls.
فالهاش توتال ظاهر في حتتين. الهاش توتال ظاهر فين؟ ظاهر حتتين. طيب انا بقى طالما احنا جينا هنا في الحته دي كده خلونا نبص على حاجه، عشان انا فاكر ان انا عملت ادريسنج للقصه دي قبل كده. هو ليه عمل كده؟ ماشي. مش انا كنت بعت لكم قبل كده يا جماعه كلاسيفيكيشن كده للكنترولز بتاعت الابلكيشن اللي حضرتك مقارن فيها بين الفايف سورسز دي؟ لا انت حضرتك وريتها لنا بس لكن ما بعتهاش. والله اللي هي ريتايرد سائل في ايه وهوك سائل في ايه وكده. تمام. لو انا فاهم صح يعني. الله ينور عليك، انت فاهم صح يا فندم. حلوة. بص الهاش توتال انا جايبها هنا اهو، وقايل لك مين اللي اتكلموا عنها وسؤال السيم ايه، ماشي الحل. وجايبها هنا برضو، يعني هي ظهرت في جلايم في الباتش كنترولز في مرحله الانبوت، وظهرت في هوك وجلايم برضو في الايديت تيست. فين؟ في الله ينور عليك. طيب هل ظهرت بعد كده في حته ثانيه؟ ظاهره في البروسيسنج اكسس. ايوه بالظبط، ظاهره في البروسيسنج. فدي من الحاجات اللي بتوفرلاب. ايوه الحاجات اللي بتوفرلاب. حته دي حته دقيقه جدا، حته دقيقه جدا، ماشي الحل. تمام. طيب يبقى انا الهاش مش هينفع يبقى علامه فاصله للبروسيسنج عن الانبوت. ماشي الحل. الكنترول توتال والريكورد كاونت والهاش توتال، الثلاثه دول في البروسيسنج. تلاحظ ان انا هنا كروت تماما الايه البروسيسنج كنترولز، لكن لو انتوا حبيتوا اللي احنا نغوص فيها شويه مفيش مشكله، هنيجي نعمل كده وهقفل دي كده وهخش على البروسيسنج كنترولز. ماشي. هبص بقى فيها ايه، هلاقي فيها الترانسميتال دوكيومنتس، الباتش كنترول توتال اللي اتكلمنا عليه هناك في الـ في الـ في الانبوت. وهنا المثال ده انا شرحته في السلايدز، لحظه كده يا شباب. ماشي. بص هنا انا كاتب ايه التعليق ده. في الترانسميتال دوكيومنتس، ماشي، اخد بالك انا حطيت تعليق هنا كاتب ايه؟ As discussed بودنر اللي هو كتاب من كتب اللي بترشحها الاي سي ام اي، حطه في الانبوت كنترول. ماشي، واضح الكلام؟ تمام. الموضوع ده عايز مذاكره دقيقه جدا، هوريكم حاجه بس مش عايزها توجع لك بطنك. ماشي، بس دي من الاسئله الغتيته قوي. بص انا هنا كنت حاطط الكلام بتاع هوك في ايه، حاطط الكلام بتاع هوك في الداتا اوبزرفيشن اند ريكوردنج الانبوت كنترول. حلو. فمكتوب ايه؟ مكتوب ترانزاكشن لوجز اولسو بروفايد ا سورس اوف كنترول توتالز. الكلام ده مين حاطه؟ هوك. فانا رحت حاطط السؤال ده، السؤال ده جه في امتحان قبل كده، بيقول لك ايه من الحاجات ديت موست لايكلي بروسيسنج، most likely ايه؟ processing الفاليديتي ولا السبولينج ولا الترانزاكشن لوج ولا التشيك ديجيت. فبيقول لك الترانزاكشن لوج is most likely considered processing. طيب حلو قوي، الترانزاكشن لوجز دي حاططها هوك فين؟ الانبوت. في الانبوت، لكن هي most likely فين؟ بروسيسنج. اخدت بالك؟
ده احنا بقى هنقعد نضرب اخماس في ازاز بقى، ولا هنعمل ايه؟ ولا طب ما فيش مقارنة كده مستر ممكن نشتغل عليها بحيث يعني انا نعرف عملتها هنا، المشترك؟ عملتها اه هنا. حلو. ما انا قلت عشان اريح نفسي احط كل انواع الابليكيشن كنترولز من الكتب. حلو. بس انا هنا ما زودتش بودنر، لا اهو بودنر اهو، بودنر موجود، روميني، بس انا ما حطيتش روميني بقى، نفسي قصر بقى، بس ممكن ازوده. جميل. بس الاسئله دي انا عايز اقول ايه، الاسئله دي يعني اللي هي مقرفه قوي قوي دي ما تشغلش بالك بيها. طب تمام. بس معلش بس دي بس دي بقى لو معلش تقدر تبعتها لنا برضو هتفيدنا يعني. من عينيا. امال انا اعملها ليه؟ في حته تانية برضو هقول لكم عليها خطيره جدا. ماشي. طب معلش يا مستر قبل ما نسيب الحته دي، لو احنا رحنا في السؤال اللي حضرتك جبته من شويه ده، فهنلاقي ان السؤال ده ريتايرد وجه في الامتحان، صح كده؟ اه. لو شفنا التعليق بتاعه او الكومنت بتاع الحل، هنلاقي ان الاي ام اي او ريتايرد شايفها بكونسبت معين. تمام. فاحنا كده ما لناش علاقه بهوك، بنمشي على الريتايرد فيما يخص تقسيمه البروسيسنج والانبوت والاوتبوت. فهمنا يا مستر؟ يعني لو احنا رحنا مثلا دلوقتي على السؤال هنلاقيه بيقول ايه، ان التشيك ديجيت دي هي مش بروسيسنج، اه بس ما جابهاش هي انبوت ولا جابها اوتبوت. هو مش هينفع تجيب، يعني مش هتنفع تجيب كونسبت من الاسئله على فكره، انسى الكونسبت لازم يجاب من الشرح على فكره. انا بس عايز اوريكم حاجه. بعض الناس كانت بتتكلم على الفاليديتي تشيك ده، كانت بتتكلم على ايه، على الفاليديتي تشيك ده. الفاليديتي تشيك ده اما هوك اتكلم عليه دخله جوه الانبوت كنترولز، وموال اتكلم عليه دخله ضمن الانبوت كنترولز، واما الاي سي ام اي سجستد ريدنج ليست اتكلموا عليه دخلوه جوه الانبوت كنترولز. فده الامر بالنسبه لنا منتهي خلاص، عشان في بعض الناس كانت بتتكلم عليه لا هو انبوت كنترول، الفاليديتي تشيك انبوت كنترول. جميل. تمام. الاشكاليه هنا عندنا فين؟ في الترانزاكشن لوج. الترانزاكشن لوج هنا بروسيسنج صح، احنا مشكلتنا اللي هو كان ايه، كان انبوت محطوط في وسط ال الانبوت. طيب والبروسيسنج هنا الترانزاكشن لوج بقى، لو انا اخدت الحته دي كده كوبي ونزلت هنا بيها كده، اه يا خبر ابيض. ماشي. طيب انا نصيحتي في الموضوع اللي زي ده، المجهود الريزنبل اللي احنا بنبذله دلوقتي بالشكل اللي احنا بنعمله ده مناسب جدا جدا ان انت تخش وتجيب سكور. الاسئله الفلاتات المقرفه المتشقلبه ما تشغلش بالك بيها خالص. تمام. ليه بقول كده؟ لان الكتب بتاعه الاكاونتنج انفورميشن سيستم والعلم ده علم متناهي الاطراف، علم كبير ليه ناس متخصصه، فالتفاصيل فيه ان حد يقطع امر كده يقول لا الحته دي هي فقط كذا ما نقدرش. يعني عايز اقول ايه، ان في حتت فيها موجوده فيها اوفرلاب، فانت الكوست بتاعت مذاكرتها والتعب فيها وارهاق نفسك هيضيع حاجات تانية في المنهج تفلت منك كانت اقرب اللي انت تحصلها، وفي الاخر ممكن ما يجيلكش كل ده. فالعبها صح. صح. هو اصلا جزء ملوش لازمة، المفروض يحذفه يعني، او يخليه هو... او يخليه على قدر ان انا افهم بس قصة الاي تي بس عشان يبقى فيه نوليدج، لكن ما يبقاش فيه عمق. هو داخل برضو شوية بعمق شوية أعتقد. لا هو بس يعني بعض الأسئلة كئيبة، بس أنا شايف إن معظم الأسئلة زي الفل. أنا ما تفرقش معايا ما يكون في سؤالين ثلاثة كواب، مش فرق. المشكلة طيب، فإحنا هنا خرجنا إيه؟ خرجنا التشيك ديجيت لأنه إنبوت. واضح؟ تمام. واحد يقول لي طب أنت ليه ما خرجتش الهاش؟ مع انه انبوت.
لانه برضه بروسيسنج. طيب الاوتبوت كنترولز معمول عشان تتشيك ان الداتا اللي طلعت مؤكد مظبوطه وان حصل ديستريبيوشن للداتا للناس اللي احنا ايه عايزينها منها الريكونسيليشن مثلا. بس هنا في اشكاليه برضو هتقابلك زي يوم الاشكاليات ده ولا ايه، ان انا لو عملت كده وقلت له دور لي على الريكونسيليشن موجوده فين في البروسيسنج، الريكونسيليشن موجوده في البروسيسنج، ممتاز ممتاز، والسؤال بتاعه وموجوده في الاوتبوت. لكن الريكونسيليشن البنك ريكونسيليشن، اي ريكونسيليشن بتتعمل مش ممكن تتعمل في مرحله البروسيسنج؟ بتقارن البيرول بالجي ال، طب ما ده جوه البروسيسنج. وممكن بعمل ريكونسيليشن للداتا اللي خرجت من السيستم، مش ده ممكن اعمله؟ اي اكيد. طيب يبقى يبقى ريكونسيليشن معايا هنا وهنا، لقطت الفكره؟ محتاجه ايه؟ بس هي اقرب لايه بقى؟ لا بتتحقق فين يا احمد، مش اقرب لايه؟ انت بتعمل ريكونسيليشن جوه السيستم بعمله، وبتعمل ريكونسيليشن في الحاجه اللي خرجت من السيستم بنعملها. تمام تمام تمام. بص كاتبينها ازاي، ريكونسيليشن بروسيجرز اكسترنال داتا ريكونسيليشن. ماشي، مثالها ايه؟ البنك ريكونسيليشن، بتقول لك ايه البنك رماكت شارجز المحاسب ما سجلوش مثلا. واصل؟ فبتقارن الليدجر الترانزاكشن اللي المحاسب سجلها في الليدجر مع حركه البنك، ايه ده يا خبر، ده في كذا تشارج نازله في البنك المحاسب ما سجلهاش. مظبوط مظبوط. طب انت فهمت المقصود؟ ماشي. بروسيسنج كنترولز بتديك ريزنبل اشورنس ان الداتا تعملها بروسيسنج كويس، جميل. ايه من دول مش بروسيسنج؟ السؤال ده سؤال ايه؟ سؤال اللي بابلشر. طب تمام، مش تعرف تجيبه. كومبليتنس المفروض اللي هي انبوت، بس الله اعلم بقى في علم الغيب ده. الكومبليتنس لو عملنا كده، طب ما نخش على الاكسلايه اللي الواحد اتهرى فيها دي، اصبر. وعملنا كده الكومبليتنس موجود في الانبوت اهو، ما حدش جابه تاني في حته تانيه. الكومبليتنس تشيكس is not processing controls. ماشي. طيب هوريكم حاجة برضو. completeness. أنا ما بحبش أعمل الحاجات دي كده وأنتوا ماشي. أنتوا أهم حاجة يبقى نفسكم طويل بس معايا. معاك يا ريس. الكومبليتنس أهو. ده واقع بوضوح جدا في الانبوت. الانبوت. مش ده الانبوت؟ ولا ده ماشي يا مستر، بس هو ممكن يكون في رومني برضه في حته ثانيه. عشان عمر هيكسر الباب لحظه.
طيب بصوا كده الكومبليتنس هنا موجود فين؟ موجود برضو هنا في البروسيسنج، واخدين بالكم؟ لسه كنت شايف اهو، واضح؟ معايا؟ طيب السؤال ده سؤال فيه إشكالية شوية. السؤال ده تأليف ويلي، ماشي؟ الكومبليتنس تشيك بيقول لك processing controls provide reasonable assurance that only approved data are processed. ايه من دول مش processing؟ الكومبليتنس موجود في البروسيسنج وموجود في الانبوت، موجود في البروسيسنج، موجود فين؟ في الانبوت. فده مش هينفع تبقى الاجابه بتاعتنا لانه موجود في البروسيسنج. طيب السيكونس تشيكس والران تو ران توتالز من اشهر الحاجات اللي موجوده في البروسيسنج، انا جايبها هنا، فالاجابتين دول مش معانا. الايرور ريبورت، الريبورت ده يعتبر اوتبوت فما يعتبرش بروسيسنج. ماشي الحل؟ واضح؟ انتوا معايا ولا ايه؟ اه معاك يا مستر. احنا ممكن نعمل مع بعض حركه كويسه قوي، اتنين منكم يتطوعوا كده نقعد مع بعض، هنمسك الاشكاليات في الاسئله ديت، وهنمسك المصادر اللي احنا حطيناها في الهاند اوتس كلها، ونعملهم في شيت اكسل كده بحيث ان تبقى الدنيا بالنسبه لك واضحه يعني. بس كل الكلام ده يعني ايه اديشنال فول اديشنال يعني. ده سؤال برضو ويلي مؤلفه، بيقول ايه بقى؟ بيقول لك سام نيدز تو سند ا تشيك تو ا كونتراكت وركر، التشيك نمبر از اون ذا تشيك، جميل، and the computer programs add a second number while printing the check to aid in tracking the transaction. ده example من ايه؟ needs to send a check to a contract worker. ايه انت النهارده هتعمل ريكونسيليشن صح كده؟ الرقم اللي على السيستم والرقم اللي على الشيك. هي تنفع الثلاثه يعني؟ لا هي اوتبوت صح ولا انا فاهم غلط؟ الاوتبوت عشان احنا في العنوان. لا انت النهارده، انا النهارده ما بروح اقدم ورقه في الضرايب، يديني باركود حلو جميل عشان اقدر اعمل تراكنج. الورقه دي خارجه منين؟ خارجه من سيستم اوتبوت، فبتحط الباركود عشان تكنترول الاوتبوت. تمام. ولا هو بروسيسنج؟ ما يعتبرش بروسيسنج. بروسيسنج ده جوه، ده انتوا عارفين ايه بروسيسنج؟ بتبروسيس حاجه قبل ما يطلع الداتا الشيك يعني. لكن ده الشيك طلع اوريدي، فمش بروسيسنج ابدا، وباين جدا انه مستحيل يكون انبوت ولا اكسس. طبعا اكسس ايه؟ طيب بيقول لك بس خلي بالك دي كلها اسئله اجتهاديه، بيحاول اللي هو ايه يدربك يعني، دي مش اسئله امتحان يعني. طيب if a control total were computed on each of the following data items. if a control total، جميل، were computed مش عارف ايه، which best be identified as a hash total for a payroll system. ايه من دول ينفع يبقى hash total للبيرول سيستم؟ ماشي اوكي. هي المفروض اللي احنا قلناها واحنا بنشرح صح؟ اه
هي مجموع حاجه ملهاش معنى في الاخر. الله ينور عليك. ايه من دول حاجه ملهاش معنى لو جمعتها؟ ديبارتمنت نمبرز. الديبارتمنت نمبرز ماشي الحال. ده ليه معنى وده ليه معنى طبعا. وده تعرف تلنكه ويبقى ليه معنى لان الاوت وركت بتسمع فيه النت بي. إجراء للمراجعة بيكونفيرم إن الداتا اللي اتعمل لها بروسيسنج اتعمل لها بوستنج للجي إل الصح. طب تمام. هل دي تنفع إنبوت؟ لا بتطمن الابلكيشن زي جي ال لا يا عاطف ده انبوت مستحيل انبوت ده مرحله بعد الانبوت. ما انا بقول الداتا الداتا دخلت. طب هل ده اوتبوت؟ لا لسه لا فيعتبر بروسيسنج. بس هي ممكن الواحد يتلخبط يقول طب ما الكشف اللي طلع ده يعتبر اوتبوت مثلا مظبوط. ايه الفرق بقى؟ لا هو ما لكش كشف بيقول لك كمبيوتر ابلكيشن وجي ال ده يعتبر مثال اتحرف المثال ده المثال ده السؤال ده يعني اتحرف من سؤال تاني بيرول بتاع البيرول والجي ال بس هو هنا مدلعه. طب هنا الاوتبوت هيبقى ايه بقى من العمليه دي لو هتطبع جي ال وهتطبع بس أوت. كده ماشي. ما انا بعتبر برضو ان الجي ال ده على السيستم برضو اوتبوت يعني انا عايز افهمها بالظبط عشان ما تلخبطش. لا بس البوست على البوست. لا 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 خلي بالك خلي بالك من تكه مهمه قوي. A variety of computerized programs and accuracy tests. دي حاجه جوه السيستم انت حاطط جوه السيستم ميكانيزم بيعمل كده. لقطت الليله قبل ما قبل ما يطلع الجنرال نفسه. الله ينور عليك. ده 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 ريكونسيليشن جوه السيستم بتتعمل لو سيستم يعني محترم هيعملها لك. طيب اوتبوت كنترولز بتدي اشورنس ان البروسيسنج اتعمل صح واكيوريت وكامل. ايه من دول مش اوتبوت؟ حلو ده سهل ده. ده قلنا ده سهل ده. ايه يا جماعة؟ ايه من دول input control واضح جدا؟ ايه يا جماعة؟ ده فين؟ هو جوابنا ايه؟ هي الريزنبل تشيك دي تعتبر ايه؟ انبوت. الله ينور عليك. بيقول لك احنا عايزين حاجة مش اوتبوت. طب الباسورد بروتكشن. باسورد بروتكشن اوف دوكيومنت. باسورد بروتكشن اوف دوكيومنت. بيقول لك ده اوتبوت كنترول. باسورد بروتكشن اوف دوكيومنت. والاوديت ترايل دي برضو ده الاوديت ترايل ده الاوديت ترايل ده اللي هو اول بالطبع بتجيب من الاخر يعني اللي هو بعد ما بتتم العمليه. بس انا شايف الاجابه دي واضحه بس هو الكلام ده انا ما اعرفش ويلي جايبه منين الحقيقه بالشكل ده كده. ده سؤال ويلي اللي مألفه برضه. طيب السؤال ده سؤال سي ام اي بقى. ده سؤال سي ام اي.
ايه من دول مش جنرال كنترول؟ بي. الله ينور. بي دي تعتبر ايه؟ ابلكيشن. تمام. سؤال جميل ده، سؤال امتحان جميل، وده سؤال امتحان برضو. طب كويس، ده سؤال امتحان. يا أسئلة ويلي مش كلها، مش كلها مقبولة قوي يعني. يقولك الاوتوماتيك بروسيسنج انفايرمنت ديبارتمنت مانجر سبستيتيود التايم كارد فور ا تيرمينيتد امبلوي ويز ا تايم كارد فور ا فيكتيشس امبلوي. يعني جاب حد وهمي يعني، حطه الموظف الوهمي ده هاد ذا سيم باي ريت والاورز وركد از ذا تيرمينيتد امبلوي. ايه افضل تكنيك نكتشف بيه الاكشن ده؟ يوزنج امبلوي اي ديز. أجمع الـ IDs ولا إيه؟ هاش توتال. أجمع الـ IDs. بيقول لك باستخدام الـ IDs. أخبرك؟ بيقول لك هاش توتال is a type of control total ملوش معنى زي مجموع الـ ID بتاعت الموظفين. لقطوا الفكرة؟ جميل. طيب ده سؤال ايه ده؟ ده سؤال سيمي ولا ده سؤال ايه ده؟ ده سؤال سيمي. سؤال سيمي اظن كده، هتأكد لكم وانتوا بتحلوا كده. لحظة، السؤال ده سؤال سي ام اي ولا هوك ولا جلايم جايبه في الاكسس بتاعهم ولا ويلي؟ شيء غريب قوي. بيقول لك هنا محاسب بتاع البيرول لشركه تشيك ذا موست ريسنت بيرول ريكوردز واكتشف ان زي هاد اكسيدنتلي دفعوا بيد ان امبلوي فور 400 اورز انستد اوف 40. ايه افضل كنترول نعمله هنا؟ الاجابه سي طبعا. سؤال جميل. ده بعدين بقى سؤال السي مي تحس برضو يعني انا حاسس ان الموضوع بيبقى ابسط يعني بيظبطوها شويه يعني. ويلي اوقات بتفلت منه، عشان كده بقول لكم يعني اما كان حد بيسالني بشكل عام نحل ويلي ولا لا كنت اقول له ما تحلش ويلي. لكن لما بنحل احنا ويلي مع بعض على الاقل تاخد مني كومنت ان السؤال ده سيبك منه السؤال ده، فاهم قصدي؟ لكن انت ممكن مع نفسك بطنك توجعك وتبتدي بقى يجي لك هواجس وتفقد الثقه بنفسك. سواء في حاجه في السؤال اللي فات، هو انا يعني الكونسبت اللي بنيت عليه الانبوت ان هو الانبوت بيبتدي ان هو بيمنع اصلا الحاجه قبل حدوثها، لكن ممكن برضو البروسيسنج وممكن الاوتبوت كنوع من الكنترول. هو انا بس عايز اقول حاجه، هو 400 ساعه وانا لو اشتغلت في اليوم 8 ساعات في 22 يوم، يعني انا هشتغل 176 ساعه في الشهر. فانا لو عملت ريزنبل تشيك ما ينفعش الموظف يخش له اكتر مثلا من 180 ساعه مثلا. مظبوط مثلا يعني. او يطلع لي برومبتنج اول لما احط فوق ال 176، ار يو شور ان انت عايز تحط له اكتر من كده؟
لكن 400 ساعه محتاجه ريزنبل تشيكس. مظبوط. ايه من دول اوتبوت؟ احنا قلنا الاوتبوت بيتم على الداتا اللي خارجه وتروح لمين؟ يعني خلي الموضوع ده في دماغك. خلي بالك انتوا بعتيني ايه بقى؟ دي مظبوط دي ماشي. ستورج كنترول يقول لك هنا ايدنتيفاي ديسكرايب تايبس اوف ستورج كنترولز ديمونستريت ان اندرستاندينج اوف وين اند واي زي ار يوزد. طب انت بيقول لك بعد ما الداتا تعمل لها انبوت وبروسيسنج وتعمل لها ديستريبيوشن مؤقتا نحتاج كنترول على ايه؟ على حته الاستورج عشان نضمن ان هي محميه ونضمن الكونفيدنشاليتي بتاعتها. سواء تبع اي عنوان؟ دي تبع الاوتبوت ولا دي واحده؟ لا ستورج بقى دي لوحدها بعد الاوتبوت. حلو. بعد الاوتبوت بس هي مش متصنفه من ضمن الابلكيشنز. هي معموله كستورج كنترول بعد الابلكيشنز. تمام لوحدها خالص. طب انت الدوكيومنتس عندنا في الشركات لا اما ملفات فتحطها بقى في اوضه ارخايف مقفوله باكسس معين والكلام ده، لا اما تبقى الكترونيك تاخد بقى الباك اب بتاعك والكلام ده ويبقى في باسورد لو في حد عايز ياكسس داتا معينه، حاجات يشوفها الفاينانس بس ما يشوفهاش الكوميرشال والعكس وهكذا. فش حاجه دي يعني. الانترنت سيكيورتي من الحاجات الفيفربل توبكس في الامتحان برضو، من الفيفربل توبكس في الامتحان ماشي، موجوده في حتتين في المنهج في سيكشن اف وسيكشن اي. فموست لايكلي هيجي لك اسئله عليه، فدي من الحاجات اللي محتاجة اعتناء أكتر، محتاجة اعتناء أكتر. تمام. الانترنت سيكيوريتي اللوجيكال سيكيوريتي اكسس كنترولز وذين الجنرال كنترول، يعني ده جزء من أجزاء الجنرال كنترول. الناس بتوع السي مي بيقول لك محتاجين سيادتك تايدنتيفاي وتدسكرايب الانهيرنت ريسك لاستخدام الانترنت. هتلاقي أسئلة في الامتحان بقى بتسأل بشكل خاص وعام على الحتة دي بسبب اللي احنا بنأكسس على الانترنت، ايه موست لايكلي يحصل، ايه ليست لايكلي مش عارف ما يحصلش والكلام ده. خلاص فالحته دي فيها مجال خاص بقوي للتاليف. فبيقول لك الانترنت هاز انتروديوسد ريسك تو كمبيوتر سيستم اللي ما كانتش اللي مش موجوده في البرايفت نتوركس. يعني لو سيادتك بتأكسس على الانترنت كده ممكن تلبس في الحيط في حاجات كتير، لكن لو انت شغال في شركه كبيره بيبقى عندها ايه في بي ان برايفت نتوركس فبتبقى محميه بس كل حاجه ما بفلوسها. فبيقول لك من ضمن المخاطر اللي زادت ان في حد ايه يهاك عليك فيبقى في ان اوثورايزد اكسس يعني. وطبعا الهاكرز زي ما هم بيتطوروا الشركات الثانيه اللي بتبيع السوفت ويرز والحاجات ديت بتتطور برضه، كله بياكل عيش من ناحيتين يعني. فغير كده ان انت ما بتخش على الانترنت فسيادتك بقى متوقع تلبس في فيروس في وورم في سباي وير في سبام في تروجن هورسز وهكذا. طيب ده سؤال متالف من ويلي بيقول لك عايزين انهيرنت ريسك بسبب ان سيادتك شغال على الانترنت. يا سلام. سؤال خايب قوي قوي قوي. يعني انت واخدين بالكم السؤال متالف ازاي؟ ايه المشاكل اللي هتقابلها انت؟ لا انا بتكلم على طريقه هو حاطط كل بوينت لوحدها في اختيار وكلهم مع بعض في ايوه خايبه قوي يعني عامل اوفر خايب قوي يعني ده مش اسلوب امتحان يعني بس شغال بيثبت لك المعلومة إن الحاجات ديت يعني مخاطر. ماشي حاضر هثبتها حاضر. طيب ده سؤال برضو من أسئلة
على حسب ايه اللي انا عامله ما جاتش في الكتب في الاكسسز اللي موجوده في الريتايل. الشركه بتاعت ايرلاين عايزه تعمل انترنت سايت تجمع فيه الفلايت ريزرفيشن بتاعت الناس والبيمنتس والكلام ده، يعني حاجه فيها سنسيتيفيتي. يعني الريسك سي ودي غلط وانت حاطط رجل على رجل، صح؟ وايه تعبانه قوي ان من مخاطر الانترنت سايت اللي انت هتعتمد على واحد بيقدم لك السيرفيس، كلام خايب قوي يعني. طبعا الكونفيدنشال انفورميشن كان بي انترسبتد، وده سؤال سي ام اي خد بالك بيسالوا في ايه، في الاخطار بتاعه الانترنت بشكل عام. طيب من الحاجات اللي بيعشقوها بتوع السي ام اي في الامتحان جدا التشفير، الايه انكريبشن، الداتا انكريبشن. خلاص بيقول لك هنا ديفاين اللي مطلوب منك اللي انت ديفاين الداتا انكريبشن والديسكرايب هي ليه واي ذير از ا ماتش جريتر نيد للداتا انكريبشن بالذات وانت بتوصل الداتا على الانترنت. ما انا خايف تتقطع عشان كده بعملها انكريبشن. ماشي، فبيقول لك هنا convert data from an easily read local language، ابعت لي كذا مثلا حروف انت كاتبها واضحه تبقى رموز تبقى كود، ماشي، فبحتاج ان الشخص الثاني يبقى عنده decryption key زي ما انت كان عندك encryption key بتشفر بيه، انا محتاج decryption key كراجل بستلم المعلومه. ماشي، طب هنعمل الانكريبشن ده في انهي منحرة؟ بيقول لك في الانبوت او الترانسميشن ستيج، then decrypted at output by the person authorized to receive them. زي كشف حساب البنك كده. هو انا يعني الانكريبشن انا فاهمه من بره لكن مش فاهمه طبعا، يعني مش اخد بالي هم بيعملوه ازاي، يعني فاهم قصدي؟ مثلا لما البنك بيبعت لنا الستيتمنت بيكون في سي اي اف كده لازم بتدخله عشان يفتح الفايل نفسه يعني. ممكن، لكن هما بقى بيعملوه ازاي، بيحولوا الاكواد ازاي، مؤكد ليها طريقه يعني. Data encryption is important when transmitting information over the internet. طبعا من الحاجات برضو اللي بيجيبوها في الامتحان الفاير وولز. طبعا الفاير وول يعتبر هاردوير وسوفتوير، يعتبر ايه هاردوير وسوفتوير، معمول عشان يمنع برضو الان اوثرايزد اكسس. ماشي، طبعا لو انت عندك سنسيتيف انفورميشن وكده طبعا لازم تصرف شويه فيبقى عندك مالتيبل فاير وولز. ذا فاير وول مي انكلود ان اوتوميتد ديسكونكت اف ا يوزر انترز ا سبيسيفايد نمبر اوف انكوركت باسوردز. ماشي الحل، يعني الباسوردز بتخلي الموظف يدخل باسورد، دخل الباسورد ثلاث اربع مرات غلط، يلا بقى مع السلامه. ده احد اشكال الفاير وولز يعني. ده سؤال عبيط قوي اللي مألفه ولي بيثبت بيه المعلومه معاك. واخدين بالكم؟ واضح السؤال يا جماعه؟ شباب واضح السؤال؟ اه يا مستر واضح. الاجابه دي؟ اه دي دي دي. هو السؤال مش واضح، معلش انا مش فاهم. انت النهارده ما بتدخل الباسورد كذا مره غلط فالسيستم ممكن يعمل لك ديسيبل. ايوه مظبوط، ده احد اشكال الفاير وولز. فاير وول، اه تمام. السايبر كرايم برضو من الحاجات طبعا اللي ممكن تجي لك لانها من الحاجات المهمه في البراكتس. ماشي، السايبر كرايم
من الحاجات المشهوره قوي طبعا هو بادي هنا بالكوبي رايت انفرينجمنت اللي انت ممكن يبقى فيه الليجال كوبينج للماتيريال والكلام ده، ده يعتبر من الكرايمز المشهوره على الانترنت يعني. الدوس او الدينايل اوف سيرفيس ده من الحاجات المشهوره قوي من السايبر كرايمز. يعني انت تبقى فاتح ويب سايت تلاقي فيه هاكرز يخشوا يوقعوا السيرفر، يوقعوا الويب سايت، فاهم؟ فيخلي الناس اليوزرز الطبيعيين ما يعرفوش يأكسسوا على السيستم. وفي حاجة اسمها distributed DOS denial of service، ده بيحصل attacks بقى بس من multiple sources ماشي، ناس كتير جدا عايزة تخش وبيقولك هنا machines of several innocent parties infected by Trojan horses when activated these programs send the messages to the target and leave the connection open. A DOS attack may establish as many network connections as possible to execute other users, thus overloading primary memory أو يعمل لك corruption the system file. من السايبر كرايمز برضو الانتروجنز، من السايبر كرايمز اللي هو يسرق معلوماتك يعني الفيشنج، وقلنا ده اللي يعتبر هاي تك سكام، بيجي عن طريق السبام ايميلز يطلب الباسورد بتاعتك او رقم الفيزا او 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 المالوير برضو يعتبر من الحاجات اللي تتصطف في الكمبيوتر بتاعتك من غير ما انت داريان اصلا ماشي. بس دي من الحاجات المشهورة يعني. طيب ده سؤال عند أستاذ جلايم تقريبا هو اللي مألفه أو CIA مش فاكر بقى، بس قلت أحطه كده بحيث إن سيادتك إيه ثبت بيه معلومة يعني. يقول لك attacks on computer networks may take many forms which of the following uses computers innocent parties infected by Trojan with Trojan horses. الإيه قلنا الدوس الدينايل اوف ايه الدينايل اوف سيرفيس، فمين يعني دينايل اوف سيرفيس؟ من الخدمه يعني تخش تاكسس ويب سايت معين عشان تدفع حاجه او كده تلاقي الويب سايت واقع، ممكن يبقى واقع بسبب ان هو ويب سايت تعبان، لا ده ويب سايت متصمم كويس بس في حد عمل عليه هاكينج فوقعه. ممكن نعرف نسر بقيه الاجابات يعني، دي كلها حاجات جديده علينا. فهل والله يا أستاذ صادق ميدل أمان إنزل ميدل أتاك أقول لك دي عبارة عن إيه، أنا شرحتها في الفيديوز بس طبعا ذاكرتي مش هت أهي. بيقول لك هنا أمان إنزل ميدل، أنا هنا تحت عنوان اسمه إيه باسورد أتاك، أول حاجة اسمها بروت فورس أتاكس، أتاك بيستخدم الباسورد كراكينج سوفت وير ماشي، ويقعد يجرب large numbers of letters ونمبر combination عشان يأكسس. جميل؟ تمام. طيب. A simple variation is the use of password cracking software that tries all the words in a dictionary. يا سلام. ماشي. في باسورد. لا هو ده سوفت وير بقى مش واحد عارف. Passwords also may be compromised by Trojan horses, IP spoofing and packet sniffers. جميل قوي. السبوفينج is identity misrepresentation in cyberspace using a false website to obtain visitor information. يظهر لك كأنه البنك وهو ويب سايت تاني وانت سكرتك عمالي تكتب بقى الوصف باسورد بتاعتك. ده السبوفينج. السنيفينج is the use of software to eavesdrop on information sent by a user to the host computer of a website. يعني ايه؟ يستخدم سوفت وير، هي ايفس دروب دي انا طلعت معناها كذا مره، حد يشوف لنا كده يلتقط دي ولا ايه؟ فدي هتاخد المعلومات اللي سيادتك بتبعتها يسرقها يعني. امان ان ذا ميدل اتاك يعني تنصب ياخد... يا ايه؟ تنصب يتصنط. ايوه كده يتصنط، ايوه يتنصط.
امان ان ذا ميدل اتاك دي، تحس امان ان ذا ميدل دي تحس واحد بيعترض حاجه في النص، فاهم؟ بيقول لك تيكس ادفانتج اوف نتورك باكيت سنيفنج، والداتا بتتبعت يعني، اند راوتينج اند ترانسبورت بروتوكولز. ذيس اتاكس مي بي يوزد تو ستيل داتا، obtain access to the network during a rightful user active session, analyze the traffic on the network to learn about its operation and users, insert new data or modify the data being transmitted, and deny service. Encryption is the effective response to the man in the middle attacks. The encrypted data will be useless to the attackers unless it can be decrypted. يبقى man in the middle ده بياخد فرصة ان في داتا تتنقل في النص، بيحاول يعترضها وياخدها. هو مان ان ذا ميدل اتاك، حاجة في النص وهي بتتبعت الداتا. ايه احسن حاجة؟ شفر الداتا بتاعتك. واضح؟ بيتعمل ازاي؟ ما عنديش فكرة، بس ده معناه يعني. عايز اكتر من كده ممكن اجيب لك معلومات اكتر لو عايز. تسلم يا مستر، شكرا. بس عشان المصطلحات جديدة علينا، فده اللي بيخلي واحد بيسأل فيها. يعني لو رحت مثلا ترجمتها ترجمه حرفيه هتبقى لا طبعا. انت لو عايز تعرف معنى حاجه بتفتح الكتب المسؤوله عن القرف ده كله بالظبط كده وتعمل كده تقعد توصل للبتاع، فاهم؟ الكلام ده انا قريته كتير جدا، وبالرغم من كده احيانا في حاجات مش بتتبادر لذهني لانها مش برضو مش مهنتي، فاهم؟ طيب، ايه من دول تكنيكال كمبيوتر كرايم بيتطلب sophisticated knowledge؟ السؤال اللطيف ده، الكلام ده موجود في الهاند اوت طبعا explicitly. دي sophisticated denial of service فعلا. انتوا عارفين ايه الفيشنج؟ الفيشنج ده خلاص احنا قلنا ده سبام ايميل، حاجه عبيطه. السوشيال انجينيرينج ده واحد بيصيع عليك في التليفون مثلا، فاهم؟ ايوه يا مستر ابراهيم، سيادتك كنت عندك مشكله في الاكونت، معلش احنا محتاجين منك الباسورد بس عشان نعمل لك ريستارت للسحلول. اي كلام ياخد منك بقى، اي رقم ياخد منك، اي بتاع، او سيادتك كسبت معانا بس عايزين نحول لك، فعشان نحول لك محتاج تدينا الباسورد. اي كلام بقى، ده بيسموه سوشيال انجينيرينج. الدمستر دايفنج ده واحد بيخش يعمل دايفنج في الداتا في التراش زي الزبالة كده، واحد ويقعد يدور على داتا تكون ايه مهمة انت ممكن تبقى مدليتها وموجودة في الريسايكل بن، يمكن يلاقي حاجة مفيدة يعني. لكن الدنايل اوف سيرفيس ده بيحتاج حد جامد اي تي يعني عشان يعمله يعني. التعليق بتاع هوك هنا بيقول لك الدنايل اوف سيرفيس involves overwhelming a server، تسيطر على السيرفر او مجموعه من السيرفرز وتخليها unable to respond للناس اللي بيطلبوها، making them unavailable للnormal usage. الدوس اتاك certainly محتاج حد عنده reasonable amount من التكنيكال والنتورك سكيلز عشان يقدر يعمله صح، فاحنا للاسف مش هنعرف. طيب، هو احنا الرحله بتاعتنا دي ما شاء الله رحله جميله. طب ممكن ناخد بريك او نوقف على كده، لان ايه قدامنا حته مهمه قوي، حته السايبر كريمنالز تولز دي من الحاجات اللي بيجي عليها اسئله، فناخد بريك ونرجع تاني. ايه رايكم؟ ماشي، وقت تحب عايز ناخد بريك ونرجع ماشي، عايز ناخد بريك وما نرجعش ماشي برضه. هو احنا معانا ايه؟ السايبر كريمنال تولز بس فيها رغي كتير جدا محتاج تفويقه، والسايبر والديفنسز، وبعد كده الانكريبشن عليه اسئله طبعا كتير. ما شاء الله، بص الانكريبشن ما شاء الله. ده كله في النتورك يا مستر، صح؟ يخش في النتورك طبعا، بس هو تحت عنوان كبير اسمه انترنت سيكيورتي. اه، في
في حاجات مرتبطه طبعا بالنتورك طبعا، ما هو طبعا انترنت سيكيورتي من نتورك الانترنت برضه. طيب احنا ممكن نكمل، طب لو وصل الاسبوع كده كده ممكن ندي حقنه تانية في العك اللي احنا فيه ده، ايه رايكم؟ هو المفروض ان احنا فضلنا بعد النتورك الباك اب والبزنس كونتينيوتي صح، خلاص كده. والفلوت شارتس، الفلوت شارتس دي من الحاجات المظلومه جدا في الكتب بتاعت السي ام اي، بس سبحان الله عليها اسئله فاضطريت اجيبها من كتب تانية، كلام قليل بس يعني حاولت احصره من كتب تانية. ماشي الحل؟ ماشي يا مستر. فقدامنا قدامنا لسه شويه كده في الحته ديت على الاقل ساعتين، فخلونا ممكن ناخدهم في نص الاسبوع احسن، كفايه اي تي كده النهارده عليا. تمام تمام. احنا كده احنا كده ممكن نخلص امتى يعني كل الليله دي والاي تي كمان؟ على حسب على حسب طريقه العرض والله. يعني انا اخر عرض عرضته سكشن اف في المحاضرات، عرضته عرض سريع جدا، ممكن اخلص سكشن اف ده مرتين على حسب تمام. الى اي مدى انا بغوص يعني، انا هنا عمال احل معاكم واحده واحده ونفتح ونقرا. احنا احنا برضو بنحب نغوص مع حضرتك، لان حد غاص لوحده ممكن يغطس ما يطلعش. بس الفكره ان انا داخل في اربعه فعايز اغطس واطلع. كده عندنا عندنا يا 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 احمد مليون حاجه ممكن تعملها. ما انا فاهم. اول حاجه الاجزاء النظري بتحتاج مهما انا قريتها معاك انت محتاج تقراها مع نفسك. ايوه فاهم قصدي؟ فلا عندك ممكن تستغل الوقت، لو انت مش عارف تستغله ازاي قول لي اخليك تستغله بافضل. لا لا انا براجع، انا باخد الجزء اللي خدناه وبراجع اللي ورا عشان بمستف. شغال كده بالنسبه لنا زي الفل، انت كده في امان ان شاء الله. لا لا مفيش مشكله. طيب خلاص خلينا نوقف على كده النهارده. تمام ماشي الحل، ونتقابل ان شاء الله بقى ممكن في نص الاسبوع ابعت لكم كده تشيك معاكم، لقيتوا الدنيا مناسبه ممكن نطلع بساعه حتى على ساعه وساعه ممكن نظبط الدنيا دي كلها، بحيث ان احنا الاسبوع الجاي نبتدي في سيكشن اف ان شاء الله. خلاص ضل نراكم على خير ان شاء الله. نعم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم.